أي العرامش المعرض الجهوي للصناعة التقليدية المقام بالعرائش هاد العينيات أسبوع غادي نستضفو السيدة فجوة الأشرفي اللي مشاركة في المعرض تكلم على المشاركة ديالها. السلام عليكم، مرحبا بكم. المشاركة ديالي لأول مرة في مدينة العرائش بالإضافة للتعريف بالمنتجات المحلية ديال الرصيد الحرفي. المشاركة ديالي لأول مرة في إطار مقاربة النوع، لأول مرة المرأة المغربية والعرائشية بالخصوص تكتسح ميدان قطاع المجوهرات. هذا الميدان اللي كان مقتصر على الرجال فقط، ولو انه ميدان مختص بالنساء. والمرأة المغربية اليوم بدعت في هذا الميدان لانه المجال ديالها، برهنت على الكفاءة ديالها وكل الملكات الفطرية اللي عطيها ربي سبحانه وتعالى. بالنسبة لك انت كنت من اولى النساء المبادرات يعني لإحياء هذا التراث هذا، وكنت تكلمتي لي مرارا انك عندك الرغبة ان هذا القطاع هذا خصو يتم التثمين ديالو من خلال المهرجانات او من خلال المعارض او من خلال بعض التظاهرات اللي تعيد يعني الأهمية للموروث المحلي. يعني بالنسبة لك انت بالنسبة لك هذه الفكرة اللي عندك ما عرفتش كيفاش علاش ما تبلورت شي، وكذلك ماذا يمكن ان يضيفه هذا المعرض يعني الصناعه التقليديه المحليه؟ الفكره ديال المشاركه كتقصد مشاركه في المعارض وفي كنشارك دائما، كنشارك على برا كيعيطوا لي معارض دوليه هنا اللي في العريش لأول مرة، وأنا فرحانة في مدينتي وبغيت نعرف بأن مدينة العريش عندها طابع خاص بالمجوهرات. هذه اللي ما كيعرفوش الناس، الست ديالي ما شاء الله كلشي كيعرفو، ولكن كلشي كيتسائل واش فعلا هاد المحل واش كاين في العريش. اللي ما عارفينش أن العريش منطقة زاخرة وناسها ناس ملوعين بالمجوهرات من اول الزمن. نعم، والفكره ديال بلورات واحد يعني نوع من الاهتمام بالاهميه ديال هذا التراث. واش كتفكر في شي تنظيم شي معارض خاصه بالحلي او المجوهرات يعني على المستوى المحلي والخاص خاص بالمجوهرات؟ نعم. بالمشاركه ديال الناس ديال القطاع كلهم ان شاء الله يكون واحد المعرض خاص بالمجوهرات بالحلي والمجوهرات ديال الناس ديال العريش. وهذا الشيء هو اللي قصدت في البدايه، يعني ان هذه الفكره هذه كنت عبرت عليها مرارا، وعلاش ما تبلورت هذه الفكره هذه؟ علاش شنو هو الاسباب زعما؟ شنو هي الاكراهات اللي ما ساعدتش باش كانت انشغالات شخصيه ديال البيت ديالي، ما كنتش متفرغه، ولكن الفكره دائما كتروج ديال انني نعمل اسبوع ديال